هذا يقول: هل يجوز للإنسان أنه يكلم مخطوبته؟ يكلم مخطوبته لا بأس، الكلام اللي ما فيه الكلام اللي ما فيه شبهة ولا فيه ممازحة، وإنما هو كلام للحاجة يسألها عن شيء. أما الممازحة والكلام اللي فيه الذي فيه خضوع في القول، هذا لا يجوز لا مع المخطوبة ولا مع غيرها، ما يجوز إلا مع زوجك التي عقدت عليها. أما المرأة التي لم تعقد عليها فلا تمازحها ولا تكلمها بكلام حول الاستمتاع، هذا حرام. الله جل وعلا يقول لنساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، كلام للحاجة ما فيه إثارة غرائز أو شهوة، هذا لا بأس به مع المخطوبة ومع غيرها. والخلوة أشد، ما يجوز لك تخلو مع المخطوبة إلا إذا كنت عقدت عليها، إذا كان عقدت عليها الملكة هي زوجك، لك أن تكلمها ولك أن تخلو بها لأنها زوجتك. أما قبل أن تعقد عليها لا، الخطبة ما تبيح لك هذه الأمور.